رانا سامعين 44 مازال شويه البيعه، مازال البيعه ولا العدوش تاع 6 7 عملوا ولا وصلنا ب 44 ما كانش السلعه. يا بركت دوك راه الشكاره تعبتنا، راه تعبنا الزرعه بن عمي، راه زرع 350. هكذا حال اسواق الاغنام بالجلفة هذه الايام، تاجر على الاعصاب ومشتري يشكو لهيب سوق اضاحي العيد. جاي من البويره، السوق راه كاين شويه ديفيرونس، يعني تشوف غالي، هو غالي شويه سنة. انا بارابور للزوالي ما هو موالف من 27 28 السنة، ما راه 2 ملايين تاع عيد. على العام اللي فات راه طايح مليون ونص في الكبش والعلوش، اكثر زوج ملايين واكثر كاع، بالك اكثر كاع. والحقيقه راك تشوف السوق راك طول، لا علف لا شعير راه باين. الجولة الاستطلاعية التي قمنا بها بأكبر أسواق الجلفة، لاحظنا أن سعر الأضاحي يتراوح ما بين 2.5 مليون إلى 4.5 ملايين. المال هو رخيص، المال هو رخيص، والعلف غالي. تعيد كما تحب، 3 ملايين بزوج ملايين تعيد، والله غتعيد كما تظل. راه كاين دوك الحالة الزينة من 35 حتى ال 45. المال زينة، المال زينة، راه عاقب الربعة. هما راه يقولوا كاين المال فينا من الزوج حتى للربعة، بصح كي تشوف للسوق تلقاه فايت الربعة. منذ دخولنا السوق لم نسمع من الموالين ومربي المواشي سوى كثرة الشكاوى المتكررة كنقص العلف وغيرها. على الأرض احنا رانا حاصلين في الشعير، رانا نطيحوا الليل والنهار. السراق مباتوا ونعسوا، كل اخر مخلته في يده الليل بطوله. هي ديت القنطري الحماض اللي راه ب 350 هذا الحلف، والكبش راه ياكل 4 قناطر في العام. بين موال يشكو انخفاض سعر الاضحيه ومواطن هو الاخر يؤكد التهاب سعرها هذه السنه، يبقى الثابت ان سعر الاضحيه لمن استطاع اليه سبيلا مثلها مثل باقي السنين.